أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من البرنامج يتواصل فيها الحديث حول فنون التراثية والقولية. برحب في بداية الحلقة بضيفي الكريم الشاعر الأستاذ سامي أبو الفتوح مدني من قرية جرجوس مركز قوس محافظة قنا. أهلا بك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ سامي، كلمنا عن المجالات المختلفة اللي أنت بتكتب فيها، سواء عامية أو واو أو موال. بكتب والله، بدايتي كانت أدبية أساسا، كنت بكتب قصص بداية من الابتدائية. لما كنت أدخل يعني المكتبة المدرسية كنت بتأمل يعني في القصص في المكتبة، وحبيت القصص. بعدها لما ابتدينا ناخد قصائد للشعراء الكبار في الكتاب اللغة العربية، ابتديت أتعلق برضو بالشعر، وكنت امشي على نفس نمط البحور يعني اللي بيكتبوا بيها. وبعد كده دخلت في العاميه، ابتديت برضو اكتب شويه بشويه لحد ما يعني لسه الواحد بيتعلم، يعني ما تعلمتش للدرجه، لحد ما كل ما اكبر يعني في السن بتعلم اكتر وبكتب برضو. ابتديت بقى من فتره بسيطه كتبت الواو والموال. يعني كتبت بدايتي كانت قصص، يعني قصص قصيره، وبعد كده ابتديت فصحى، وبعد كده عاميه، وواو موال اخر حاجه. طيب احنا نبدا بقى البدايه التقليديه بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونسمي ونقول حديثنا بسم الله يا رب سلم، يا نبينا للنور حديثنا والقلب صلى وسلم. اللهم صل عليه. ونسمي ونقول حديثنا بسم الله يا رب سلم، يا نبي الله وسلم. حديثنا وحديثنا يعني. حديثنا يعني ما قلت ونسمي ونقول حديثنا كلامنا. بسم الله يا رب سلم من التسليم، يا نبينا للنور حديثنا، يعني احتضنتنا وكنت معانا. حاد عليك. حديث والقلب صلى وسلم. اللهم هي وسلم. الاولى من الثانيه من التسليم، والاولى من السلام. من السلام التحيه. عرش. ونسمي ونقول حديثنا بسم الله يا رب سلم، يا نبينا للنور حديثنا والقلب صلى وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. طيب عايزين نتكلم معاك عن، نبدا بقى القصائد العاميه، يعني اشهر ما كتبت في القصائد العاميه. يعني في حاجه اخيره كتبتها، هي قصيدة طويلة شوية ولكن تعبر عن البيئة الشعبية بتاعتنا، البيئة الصعيدية. بقول وحشني أكوع في الضلة واروح تحت النبجة، وأقلب في صفحات عمري ورقة مع ورقة، الشمس تسط في وش الزرع فيضحك نور، والمية تلجلج في الجدول والطر الملج. أنا لي حكاوي مع النخلة تكفيش دواوين.
اللي ازوره يخفف لي انين، وحشتني ايام حلوه جميله ومنايا تعود، انا فجاه كبرت وتسرسل من عمر سنين، يا ما نفسي اكرج في طرمبة واجد في كانون، في شارعنا زمان صاحب الكوره ما بيوقف جون، لعب الحجله وسبق العجله والبلي والسيجه، حد يرجعني لزمن الخير مشتاق بجنون. قم حضر رياض عربيه الكر معانا مشوار، نطمن على صحه جارنا مجار للجار، وبعديها نسلم على عمك ناوي يهاجر، ونخلص شغلنا في الحرجه ونعود الدار. قومي يا بني احملنا الفرن حنخبز عيش، وانت يا وليدي روح لابوك صحيح بشويش، تنسيش يا ماية تسوي مشلتت وفطير، طب ارمح بها يمنى جعانه وحط لها حشيش. همي يا وليدي على غيطنا نروح نسقي الزرع، اسبقني يا ابويا راح اجيلك حفطر وبسرعه، لا فيني يا خيي تحط القرص بسمنه وسكر وحليب صافي في كوبايه ومش من الزلع. يم العيال يم العيال جهزي لقمه على بال ما نصلي، وعلق على براد الشاي وخليه يغلي. النبي يا كبير هات لنا وياك عيدين جرجير وكلين فاكهه بعد الغدوه ناكل ونحلي. عقبال عنديكم تعالوا لنا فرح ابن البكر، عتقول للوالد ما كفايه ما جناش عزك، كان عنده ظروف غصب عنه وحقول له اكيد، والرب يزيد من افراحكم ويزيل الفكر. اهي امك جايه روح الحقها واصله من السوق، على الله يكون في التسويق جبت البرقوق، جايبه لك كل اللي تريده والغالي رخيص، طب استنى اغسل لك حبايه تعسم ودوق. سوا سوا يا اولاد سوا سوا يا اولاد تعركوشي دنتوا ولاد عم، حاضوا بعضيكم خيات في الطين والدم، واحترموا الناظر لو عدى ما تطلعوا صوت، وفرقوا اولاد الابليس بيجيبوا الهم. عب عمك ياد وعب خالك تربيتنا زمان، لما الكبارات تجري تحاور نكتم كتمان، روح هات من بيت ستك جبنه وشويه سم، وتنساش تودلها طحينها عند الطحان. اهين على الدنيا اهين على الدنيا اللي تبعتر منيها الخير، والود الساكن في قلوبنا يشهد له الطير، لا العشره بقت هي العشره ولا ناس كالناس، ده زمن كالناس ولا عملش اعاده تدوير، ده زمن كالناس ولا عملش اعاده تدوير. الله، في بعض الالفاظ هنا بقى المفردات اللي هي بقى ايه؟ من البيئه نفسها، من البيئه الصعيده بتاعتنا. اكوع. يعني زي برضه ده بيرمز الزنام كده، يعني ياخد أيوة. تحت دماغه يقول لك رايح ايه؟ رايح يكوع. يكوع. وتصوت. وتصوت اللي هي تعقيط يعني، او يعني تشوط تحذف او ترمي او تضرب تحذف تحذف تصط حجر تصط بالحجر. والملقه المكان الملقى حتى يعني من اللغه العربيه الذي يلتقي فيه الناس اي مكان فسيح واسع كده نقول عليه الملقه. سرسب يتسرسب اللي هو يعني هو لفظ الصعيدي يعني السرسب يعني فضل السرسب واحد ولا الثاني تسحب فعلا يعني يسحبه كده صح يعني حاجه بتنسلب بهدوء كده ايوه او ينسل باللغه العربيه الفصحى ايوه ينسل يقول عليه احنا عندنا ايه؟ يتسرسب والكانون طبعا ده كانون ده 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 تاريخ لوحده ده تاريخ الصعيد لوحده يعني قبل البوتاجاز وقبل الاجهزه الكهربائيه كان الكانون ده اساسي في كل بيت طوب كده قلبين طوب وشويه خشب وحطب نعمل الناس تطبخ عليه قبل البوابير والبوتاجازات الناس تطبخ عليه تعمل شاي وشاي الكانون ده طبعا حاجه ثانيه اساسيه اكيد والحجله لعب الحجله ده زمان كنا نلعب احنا واطفال ويعني تاريخ برضه اللي هو يحجل برجل واحده برجل واحده والسيجه السيجه لحد النهارده موجوده اكيد بس سيجة زمان لما كنا نلعب بالطوب والزلط يعني وحاجه ثانيه طوب وحاجه ثانيه قصاده نوعين من الطوب او نوعين مثلا طوب وزلط بسميهم ايه؟ سيجة لا هم دول الطوب دول يسموهم ايه؟ يسموهم كلاب الكلاب يقول انت اكلت الكلب بتاعك كلب اعور فعلا صح تمام وال الحرجة عرفناها الحرجة دي يعني المكان اللي فيه زراعة ومزارع وكده يعني تمام
وارمح ارمح اجري اجري ولفيني لفيني هات ناولني اديني ها ناولني. والثاني في خياتك خياتك اخواتك اخواتك هادوا بعدكم خيات في الطين والدم خيات. طيب طبعا ده ياخذنا يعني يا استاذ سامي للحديث عن الواو والموال بقى. تمام هنبدا تبدا معانا بقى في بالموال ولا بالواو؟ نبدا مثلا نبدا واو الاول نبدا بالواو. بسم الله الرحمن الرحيم. هيبان في الواو اكتر الالفاظ اللي هي اكيد طبعا يعني طبعا يعني مثلا بقول دنيا ومنها تخوتنا والجمر في القلب غالي حتى اللي قلنا اخواتنا دول طول عمرهم شغالي. تاني دنيا ومنها تخوتنا والجمر في القلب غالي بيغلي حتى اللي قلنا اخواتنا دول طول عمرهم شغالي. وتخوتنا تخوتنا تروشنا ياد يقول لك جالك خوت خوت تاني دول عمري دنيا دنيا ومنها تخوتنا والجمر في القلب غالي حتى اللي قلنا اخواتنا دول طول عمرهم شي غالي. عن الدنيا ولا ننوع شويه؟ قول عن الدنيا. دنيا ونهبت في اجري ورمت لي همي ومقاسي على قد فيها ما اجري على قد فيها مقاسي. اجري واجري ومقاسي ومقاسي مغلق مقفول جنستان. دنيا ونهبت في أجري في حقي أو في تعبي ورمت لي هم ومقاسي قساوة ومقاس ومتاعب. مقاسي يعني جمع قسوة متاعب بمعنى صح. على قد فيها ما أجري على قد فيها ما أرمح أجري أجري أنت تقول أرمح على قد فيها مقاسي على قد فيها ما أتعب. تاني بقى دنيا ونهبت في أجري ورمت لي هم ومقاسي على قد فيها ما أجري على قد فيها مقاسي. الله تعالى في عندك عن الدنيا ولا تخش على حاجة تانية؟ هو في كثير ممكن نقول عن التاني عن الدنيا. دنيا ما عملت لنا جاه وعلت في دونه هلايف الحر غرقان بلا نجاه والواطي على خيرها لايف. تاني دنيا ما عملت لنا جاه وعلت في دونه هلايف الحر غرقان بلا نجاه والواطي على خير هلايف. طيب دنيا ما عملت لي نجاه ما عملت لناش قيمة يعني. قيمة تمام. والثانية وعلت في دونه هلايف. هلايف جمع ايه؟ هلف. الهلف اللي هو الانسان الدون الواطي او والمثل يقول لك من تبع الهلف والحر غرقان بلا نجاه ملوش نجاه والواطي على خيرها لايف هو اللي كسبان كل حاجه. لايف بيدور يعني عرج دنيا ما عملت لنا جاه وعلت في دونها لايف الحر غرقان بلا نجاه والواطي على خيرها لايف. الله تاني نقول برضو نقول تاني نقول تاني عن الدنيا ممكن نخش يعني الدنيا برضو فيها ناس بتجيب المتاعب مش الدنيا بس اللي بتجيب المتاعب يعني في ناس بتجيب المتاعب. فبقول لهم يلي في قلبي دفنته وردمت حلمي ردائم ما لقيت معاكم دفنته ولا ودي كان مرة دايم. لا دفنته دفنته دي مكفولة قوي. يلي في قلبي دفنته ردمت يعني دفنته الدفن الدفن طيب ماشي. وردمت حلمي ردائم الردم ردم ما لقيت معاكم دفى انتوا ولا ودي كان مره دايم. ما فيش حنان من يوم ولا محنه ولا ما فيش ما لقيت معاكم دفى انتوا انتوا ما لقيتش معاكم دفى ولا ود كان مره دايم. الله تاني يلي في قلبي دفنتوا وردمت حلمي ردايم ما لقيت معاكم دفنتوا ولا ود كان مره دايم. الله نطلع من الدنيا شوية برضو. تمام نخش على ايه طيب؟ نخش على الصاحب. على الصاحب ما هو كده انا عملت وصل بين الدنيا والصاحب في المربع اللي فات ده. طيب ماشي. وعشمت فيك خير يا خلي ما عرفتش ان انت غادر بتاخد ولا يوم تخلي وفي شدة تبعد تغادر. تمام
وعشمت فيك خير يا خلي يا صاحبي يا صاحبي، ما عرفتش ان انت غادر بتاخد ولا يوم تخلي، في شدة تبعد تغادر. ولا عرفت ان انت غادر انك غدار. غدار. اه. بتاخد ولا يوم تخلي، عمرك ما قلت خلي. لا. دايما تاخد. يعني عاوزنا انا اعطي ابقى انا المعطاء وانت الاخاذ. وفي شدة تبعد تغادر. ترحم. وعشمت فيك خير يا خلي، ما عرفتش ان انت غادر. بتاخد ولا يوم تخلي، وفي شدة تبعد تغادر، وفي شدة تبعد تغادر. احنا عايزين نبعد نغادر كده من الدنيا ومن الصاحب. عاوز تخش غزل ولا؟ اه ادينا في الاخضر كده شويه. طيب حاضر. يوم جيت لك البحر مسحور، تشوفي لي بختي وطالع، ده قليبي كانه لا مسحور، متجن حالف مطالع. تاني. يوم جيت لك البحر مسحور، تشوفي لي بختي وطالع. وطالع. والطالع بتاعي. اه. ده قليبي كانه لمس حور، متجن حالف مطالع. كانه لمس حورية من حور الجنة. حورية من الجنة. الله. تاني. يوم جيت لك البحر مسحور، تشوفي لي بختي وطالع. ده قليبي كانه لمس حور، متجن حالف مطالع. ربنا يجعل مسيرك الجنة إن شاء الله. آمين يا رب. حاجة تاني. طيب. لها طلة براقة كالشمس، والضحكة من القلب داوية، لا القرب منها ولا اللمس، دي النظرة بس اللي داوية. يعني يكتفي بنظرة. بنظرة بس. طيب. لها طلة براقة كالشمس، والضحكة من القلب داوية، متداوية. لما العيار يدوي بيعمل داوية. لا داوية تدوي. داوية دوء، لكن الدو بتاع السلاح مثلا. صوت. الضحك صوت كانه دواء يعني دويه. بس اقول لك يا عيال بيدودوا. صوت. صوت. بطلوا دودوة. عاملين صوت شديد. يعني صوت زي صوت مدفع كده. والضحكه من القلب دواء، بس الدواء بتاع الضحكه هنا. ليها صليل يعني. ليها ليها صدى وليها كانها جايه من الجبل. لا القرب منها ولا اللمس، دي النظره بس اللي داويه. دواء يعني شديد. ده كدوي. دوية. له دوي الصوت يعني. صوت دوي. هي الضحكة يعني. هي الضحكة رقيقة. رقيقة يعني. تخليها زي المدافع. بس ايه؟ ليها اثر. تأثيرها زي تأثير المدافع. ايوه. بتزلزل الدنيا كده. يعني مش كضحكة يعني عالية، لا. هي الضحكة رقيقة بس. اثرها هو. الاثر هو. الشديد. عرق. لها طلة براقة كالشمس، والضحكة من القلب داوية، لا القرب منها ولا اللمس، دي النظرة بس اللي داوية، دي النظرة بس اللي داوية. طيب نخش على لون تاني وهو تمام. رباعي. بنكتب رباعي. وسباعي. أنا سباعي بكتب فيه بس الرباعي أكتر. رباعي أكتر. مربع برضو. نخش كده حاجة برضو دينية شوية أو فيها حكمة يعني. بقول مسيرك تزول يا زول، مهما حتبني وتعمر، يصيبك عيار مجهول وانت في سلاحك تعمر، مسيري هلي مصيرك بدون وعي وحساب، اعمل لي يوم الحساب حسنة بعديك تعمر. انا مش عارف دخلت الوالدة ممكن تعمل المربع. هات اول اربع شطرات كده. بقول مسيرك تزول يا زول، مهما حتبني وتعمر. واضح. ازاي؟ مستفعل وفاعلات. اللي بعده. يصيبك عيار مجهول وانت في سلاحك تعمر. بس كده اول كده. ده كده مربع. كمل بقى. هو بسيط بس زاد سنه. يعني بسيط يعني هو مستفعل ما بين الفاعلات ومستفعل. لا هو ما بين الواو وما بين البسيط. يعني هو زاد سنه البسيط. تمام. بقول مسيرك تزول يا زول، مهما حتبني وتعمر، يصيبك عيار مجهول وانت في سلاحك تعمر، مسيري هلي مصيرك بدون وعي وحساب، اعمل لي يوم الحساب حسنة بعديك تعمر. الله. تاني. نشوف تعمر نشرحها نقول. نشرح مع بعض. تعمر. تعمر. مسيرك تزول يا زول، مهما حتبني وتعمر، مهما حتبني وتعمر. يبقى في تشييد يعني. تبني وتعلي. يصيبك عيار مجهول وانت في سلاحك تعمر. لسه بتنظف السلاح بتاعك. دي فيها صورة جمالية هنا. يصيبك عيار مجهول اللي هو يعني مصيبة الموت. يعني ممكن تجيك على غفلة
يعني اللهم احسن حاجة ختامنا جميعا. هتبايع على الخاطر. وانت في سلاحك تعمر سلاحك اللي هو سعيك في الدنيا، سعيك في الدنيا هو السلاح بتاعك، يعني جيشك سلاحك. مصير يهل مصيرك بدون وعي وحساب ولا انت على بالك، اعمل ليوم الحساب، حسنة بعديك تعمر، حسنة بعديك تعيش. صدقة جارية ليك يعني. حسنة بعديك تعيش، يعني تعمر وتعمر وتعمر، كل معنى مختلف عن التاني. تمام، نشوف معك موال تاني. حاضر. طيب نقول ده، في خلق زي الكورة منفوخة من غير بلف، في خلق زي الكورة منفوخة من غير بلف، عملوا رجال وكورة وفي الجد يبلفوه بلف، احذر من الأشباه ما يراعوا للعشرة، غلط الأصيل عشرة والشاطر وقعته بألف. بلف وفي كورة من غير بلف، مو علشان خاطر خلق زي الكورة، ولا البلف اللي بننفخ بالكورة؟ لا هو البلف اللي بيسد سدادة، السدادة دول منفوخين الفاضي معنى صح. البلف المفروض لو سد، يعني لو في هواء تحتاج للبلف عشان هو دول منفوخين من الهواء، فانت اصلا ما فيش مشكله منفوخ على الفاضي، على الفاضي هي المعنى بتاعها دي. فعشان كده بقول في خلق زي الكوره منفوخه من غير بلف على الفاضي، عملوا رجال وكوره وفي الجد يبلفوا بلف، يعني يضحكوا على ال، يبلفوا يعني يغشوا. احذر من الاشباه ما يراعوا للعشره، غلط الاصل عشره والشاطر وقعته بلف بألف. ودي الحكمة اللي في النهاية أكيد، ما هي دي تناص، يعتبر تناص من وقعة الشاطر بألف، وقعة الشاطر بألف، بألف وغلط الأصيل عشرة، يعني يعتبر مثلين داخلين في بعض هنا. الأصيل الحكمة هنا، يعني الأصيل لو قاد صوابع العشرة شموع، صوابع تسعة شموع وصباع واحد اللي طافي هيزعل من الصباع اللي طافي قصاد التسعة، مش هيراعوا التسعة، عشان كده غلط الأصيل عشرة. غلطته لو حتى في الحياة العامة، لو الاصيل ماشي سليم وحب يغلط يقيموا على الحد. يقيموا على الحد. يعني انت تغلط ازاي؟ غير مقبوله. والشاطر وقعته بايه؟ بألف. بألف. عيد الدور ده ثاني. في خلق زي الكوره منفوخه من غير بلف، عملوا رجال والكورة وفي الجد يبلفوا بلف، احذر من الأشباه ما يراعوا للعشرة، غلط الأصيل عشرة والشاطر وقعته بلف، غلط الأصيل عشرة والشاطر وقعته بلف. احنا بنشكر شكرا جزيلا ضيفنا الكريم الأستاذ سامي أبو الفتوح مدني، قرية جرجوس مركز قوس محافظة قنا. شكرا لحضرتك، ونشكركم أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.